هل تتطلع إلى التخلص من دهون البطن العنيدة؟ هناك 10 أطعمة يجب عليك أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لتقليل دهون البطن لديك والتخلص من الكرش. تحيط دهون البطن بكافة أعضائك الحيوية مثل الكبد والقلب وغيرها، مما يجعلنا نربط الدهون الزائدة بأغلب الحالات الصحية الخطرة مثل السكتات الدماغية ونوبات القلب. ولكن الخبر السار لدينا أن خسارة هذه الدهون الضارة يمكن تحقيقه عن طريق عدد من الأطعمة الصحية، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وخبراء التغذية. وفيما يلي أهم 10 أطعمة يجب تناولها للتخلص من الكرش والحصول على بطن مسطحة. التفاح. يوفر التفاح فوائد صحية عدة، مثلاً قد يخفض خطر الإصابة بمرض السكري بحسب ما أثبتته أبحاث متنوعة، وكثيراً ما نسمع أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد. أن التفاح يقلل الدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويحدث ذلك دون أي آثار جانبية. ويزعم أن المواد الموجودة في التفاح قد تلعب دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، حيث تحتوي الحبة الواحدة متوسطة الحجم من التفاح على ما تصل نسبته إلى 86% من الماء، ما يجعلها قليلة السعرات الحرارية، وحتى أن تناولها يخفض كمية السعرات الحرارية المتناولة أيضاً، وذلك عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وخفض مدخول السعرات الحرارية. المكسرات. تشير الأبحاث إلى أن تناول حفنة من المكسرات كل يوم يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الصحي والحفاظ عليه. المكسرات مليئة بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى التي تجعلك تشعر بالشبع وتقلل من خطر الإفراط في تناول الطعام لاحقاً. تعتبر المكسرات من أفضل المصادر الطبيعية للدهون الصحية التي قد تساعد في منع دهون البطن، حيث تعد المكسرات الصحية أحد الوجبات الخفيفة المهمة من ضمن أي نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن، حتى أن هناك ما يدعى رجيم المكسرات الذي يعتمد على إدخال المكسرات في معظم الوجبات اليومية أو تناولها يومياً، وذلك بهدف فقد جزء من الوزن. لكن لا يعد هذا الرجيم صحياً، إذ يؤدي الاعتماد على صنف واحد من الطعام إلى مشاكل صحية عديدة، فيجب علينا التنوع ما بين رجيم المكسرات والأنواع الأخرى من طرق الرجيم. الشوفان. يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يعتبر الشوفان من أفضل الأطعمة التي قد تساعدك على توفير الطاقة اللازمة والتخلص من الدهون العنيدة، كما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول عوضاً عن الإحساس بالشبع الذي يستمر طويلاً. الزبادي. هو من الأطعمة الرائعة والمغذية جداً، نظراً لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم والبكتيريا المفيدة، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة وتساعده في التخلص من الوزن الزائد. والزبادي غني بالبروتينات والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين B12 والفوسفور والمغنيسيوم. يركز نظام الزبادي الغذائي على تضمين الزبادي في كل وجبة على مدار اليوم بطريقة أو بأخرى. الزبادي له العديد من الآثار الصحية الإيجابية على جسمك، وحمية الزبادي هي نظام غذائي لفقدان الوزن، وهي آمنة لمعظم الناس وفقاً للعديد من الدراسات، حيث يحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في إنقاص الوزن، ويصبح غذاءً بديلاً عن مادة غنية بالدهون، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، لأنه مصدر غني بالبروتين، وبالتالي يحسن التمثيل الغذائي الخاص بك. إذا كنت تستهلك الزبادي يومياً، فأنت أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، يمكن أن يعزز اتباع حمية الزبادي فقدان الوزن بشكل فعال. الموز. يحتوي على قدر كبير من البوتاسيوم والألياف الطبيعية، ويساعد تناول ثمرة من الموز أو إضافته إلى الشوفان كوجبة إفطار في محاربة الدهون ومنع ترسبها في منطقة البطن وتراكم الدهون، ويسهل عملية الهضم في الأمعاء، كما يعمل على حرق الدهون التي تم تراكمها بالفعل داخل الجسم، وذلك لأنه يساهم في تحسين التمثيل الغذائي، لأنه يشتمل على نسبة عالية من النشا الذي يولد الإحساس بالشبع لدى الشخص، وبالتالي تقليل كمية الأطعمة التي يتناولها. الموز يحفز أيضاً على إفراز الكوليستونين عند تناول الطعام،
حيث أنه يعمل على إرسال إشارات عصبية للجهاز العصبي تنبئ عن الشعور بالشبع، ومن ثم تقليل الشهية نحو الطعام. البيض. يعد البيض من المصادر الطبيعية للبروتين وفيتامين B12، وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لمدة 5 أيام في الأسبوع فقدوا الوزن بمعدلات أكبر من الذين تناولوا عناصر أغذية صحية أخرى في وجبة الإفطار. وقد تساعد الجودة العالية للبروتين الموجود في البيض على إبقاء الشعور بالنشاط والشبع خلال فترة أطول، وهذا الشعور يقلل من الرغبة في تناول الوجبات، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، وبالتالي إنقاص الوزن والتخلص من الكرش ودهون البطن. الفلفل الحار. يمكن للفلفل أن يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وله تأثير حراري يسرع عملية التمثيل الغذائي ومعدل استخدام الجسم للطاقة، حيث تعمل عملية التوليد الحراري من خلال رفع درجة حرارة أجسامنا، وقد يجد الناس أنهم يحرقون المزيد من السعرات الحرارية أثناء هذه العملية بمجرد الشعور بالدفء. وتعد إضافة الفلفل الحار إلى بعض وجباتك المفضلة طريقة سهلة لدمجها في نظامك الغذائي. السلمون. إضافة لفوائد السلمون العديدة، فإن سمك السلمون غني بالأوميغا 3، وهو يساعد في وقاية الجسم من تخزين الطاقة على شكل دهون. يمكن أن يساعدك تناول سمك السلمون بشكل متكرر على إنقاص الوزن والحفاظ عليه، فهو مثل الأطعمة الأخرى عالية البروتين، يساعد على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى ذلك أنه يزيد معدل الأيض لديك. زيت الزيتون. يعتبر من العناصر الأساسية في الأنظمة الغذائية والتي ينصح بها الأطباء وخاصة أطباء القلب، حيث يعد زيت الزيتون مصدراً صحياً للدهون الأحادية غير المشبعة والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وكلاهما يوفر فوائد محتملة لفقدان الوزن. ويستخدم زيت الزيتون على الريق للتخسيس مع وجبة الإفطار. وأخيراً الشعير. تعتبر حبوب الشعير غنية بالألياف التي تساعد في بطء الهضم، وبالتالي يكسب الشعور بالشبع لمدة طويلة، كما أنه يقلل الشهية، حيث يحتوي الشعير على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعود على الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك حرق الدهون سريعاً، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد، نظراً لكون الشعير أحد الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية.